القصة بتاعتنا. أسرة مصرية، راجل ومراته عندهم ولدين في سن المراهقة، سافروا لأحد البلاد الأوروبية، عمل هناك لفترة للزوجين، فترة عمل هناك لفترة وجايين، راحوا هناك وأجروا مكان وقعدوا فيه. الكلام ده كان في الصيام، والأسرة دي بتوع ربنا، يعني الزوجة والزوج الاثنين خدام في كنيسة وعيالهم في مدارس الأحد مرتبطين بالجو الروحي. فقالوا الصيام هنصوم، احنا بلد غريبة طبيعية ما هنشتري أكل الصيام. الأب قال لها طبعا، والأم شجعت، والابن الكبير قال لها أيوة، الابن الصغير قال لها يعني لازم نصوم بقى، كان لسه صغير يعني، فقال لها ما بلاش. قالت لا يا حبيبي، ده الصيام ده بركه. قال لها ما احنا ناكل اي حاجه هنا. قالت لها لا، قالت له معلش هنصوم. قال لها طيب، وافق، وفعلا صاموا واشتروا اكل الصيام عادي. وقالت له الصوم ده بركه، ده ربنا ده بفرصه نصلي اكتر ونقرب من ربنا اكتر. وبداوا فعلا يصلوا وفرحانين ان هم حياتهم عادية كأنهم موجودين في مصر عادي. صلوا بالليل وناموا كلهم بعد ما تعشوا أكل صيامي عادي. وكان المكان اللي مأجرينه الباب له في باب حديد وباب خشب. باب الخشب كان مش بيقفل كويس، بس الباب الحديد لا كويس، مقفول كويس خالص يعني. بعد ما صلوا ناموا، والأب حط المفاتيح في الباب من جوه وقفل وناموا. وبعدين حطوا حاجاتهم على الترابيزة، الموبايلات والشنط والحاجات كلها، وناموا بعد ما صلوا مطمنين أن ربنا معاهم. بعدين صحيوا الصبحية، الزوجة صحيت لقت جوزها بعمال يتحرك. قلت له ايه صباح الخير. لا صباح النور. قلت له مالك بتدور على حاجه؟ لا بدور على الموبايل بتاعي. قلت له انت حطيته فين؟ حطيته على الترابيزه هنا جنب الشنط والحاج. قلت له طيب ومال ما تدور عليه هتلاقيه. لا مش لاقيه. قامت وبدات تدور معاه، مش لاقي. قعدوا طب يكون وقع، طب يكون حطيته في مكان تاني، دوروا في الأوضة كلها والمكان كله مفيش. وبعدين بتبص لقت شنطتها في الأرض. قالت له الشنطة بتاعتي ما كانتش في الأرض، احنا كنا حاطينها فوق. دورت فيها تشوف ايه اللي جواها، قالت كل حاجة موجودة. استنى، ده المحفظة بتاعتها اهي، الفلوس اللي فيها راحت. هو مبلغ صغير بس راح، يبقى معناها ان في حد دخل. ايه ده؟ حد دخل. وبعدين طب وريني شنطتك. لا ايه؟ بص طب فيها. لا كل حاجه. والفلوس؟ لا كل الفلوس موجوده. والورق؟ كل الاوراق بتاعتنا زي الفل. امال ايه؟ لقوا انه يعني ما فيش حاجه راحت، بس الموبايل راح. طب والموبايل بتاعي؟ لقيته. يبقى الموبايل بتاعك اللي راح، والحرامي خد اللي في المحفظة مبلغ الصغير ده. طب بعدين طب نشوف الباب ايه؟ لقوا الباب مقفول. فتحوه، الباب ده مش مقفول كويس. لقوا المفاتيح متشالة من باب الخشب اللي جوه محطوطة في الباب الحديد. قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها الحرامي غالبا جه ولقى الباب الحديد مقفول، مد ايده على الباب الخشب فتحه واتفتح معاه. هو فهم منين ان الباب ممكن يكون مش مقفول كويس؟ قالت له شرفني. وبعدين مد ايده غالبا وخد المفاتيح من جوه وفتح بيها بالمفتاح التاني. قالت له انت سبتها ليه؟ لا كنت عارف ان في حرامي هيجي. وفتح الباب الحديد وساب المفاتيح فيه ودخل جوه، اللي عرف يخطفه بسرعه خطفه. لقى الموبايل في وشه بتاعك، وراح مدد ايده في الشنطه بتاعتي، راح واخد منها الفلوس القليله دي ورماها في الارض وجري.
قالت له الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ده اللي حصل، بس دي بركه الصوم. لو كان مد ايده بقى خد الورق والكروت والفيز والحاجات بتاعتنا، لو كان خد الفلوس الكتير، ده احنا كنا هنعيش تصرف ازاي، احنا بلد غريبه. دي بركه الصوم. العيل صحيوا بقى سمعوا الكلام ده، قالت له شايفين بركه الصوم؟ قال لها عندك حق. والواد سؤالها انا صمت اهو، انا سمعت الكلام كويس قوي عشان ربنا يحفظ علينا. وفعلا كلهم وقفوا وصلوا وشكروا ربنا، يا رب انت بتاع الغلابه، انت بس حبيت تبين ان احنا يعني ايدك معانا، سمحت حاجات تروح قليله عشان ان تقول ان انت معانا. نشكرك يا رب، واحنا هنصوم على طول، مش هنسيبك ابدا، هنفضل نصلي صلواتنا، ما انت سبب بركتنا على طول. والكل شعروا ان ايد ربنا معاهم ببركه الصوم والصلاه.